صباح الخير عليكم، كداري لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا مزيانين، تكونوا بخير وعلى خير. صراحة هذا النهار مليانة، أصبحت شوية مريضة وراح مصطفى يعاونني في الفطور ورؤى حتى هي عرفت واش راها ديرها، تنقي لي خيزو هيا اه زودية زروديه. المهم هو راه يدير الصوبة، انا غادي ندير واحد لي كريب حلوين وما نكذبش عليكم، والله ماني قاد كون صبغي نطيح للناس. المهم ها هو اللي درت هنايا جوج بيضات، وغادي ندير نص يوت روح حليب معاها، وغادي نزيد فاني، غادي نزيد فاني وغادي نزيد السكر على حسب الذوق، حيت انا غادي ندهنهم بالشيكولا. هنايا درت الروز معاه العلاج نتاع الدجاج، غادي نزيد عليه الفلفل، الفلفل الاحمر، غادي نزيد الفلفل الاخضر واحد شويه، غادي نزيد الربيع، نخليهم يتقلاو مليح. كي يتقلاو غادي نزيد عليهم المطايف، المهم غادي نزيد الدقيق. المهم ها هو القوام، راني زدت عليه فرينه، صافي دركي غادي نردو يطيب. ها هو من بعد ما هبط هذاك الفلفل والروز والعناق ديال الدجاج، راني زدت عليهم الخرقوم حبه كحله وواحد المعلقه صغيره ديال القرفه. المهم لي كريب راني نسيت باش نقول لكم، راني نزدت معاهم حتى الزبده. غادي نزيد عليه كاس ديال المطايب، نردو يطيب. ها هي لي كريب، ها هي هادي الاولى، المهم اني وريتها لكم، غادي ندهنها بالشيكولا، غادي نكملهم ونوريكم كيف جاو. ها هو الرز ديالي وجد، متنيت بيه، صافي الشوربه راه دارها مصطفى، نالي منها حسب لي يدير صوبه قال لي درتي الشوربه. الخبز راه طيب، لا كريب صافي راهم. ها هما هادو درتهم مقله صغيره اللي كنت درت فيها في الاول، وتبان لي بدات كتلصق حيدتها، درت الكبيره، انا درتهم هكا لويتهم وقسمتهم هنايا على جوج، وشي حبات غادي نخليهم هكا بلا ما ندير فيهم الشيكولا لداخل على حساب ماما. المهم اللي دايره جاسمين، جاسمين راني نوجد الطابله، راني نحط طابلتي نوجدها، وتفكرت كنتي سولتيني البارح في لي كومونتير على هاد البلاطويات هادو، قلتي لي من شريتهم. هادو اختي الكيسان، هادو حبيبه، هادو راني ما شريتهمش، هادو كان عطيت العبار لراجلي قلت له انا بغيت البلاطويات هاكي دايرين هاكي دايرين، ومشى عند واحد الدري صاحبو كيصايب هكا الزاج، وقال له ها شنو بغات ها شنو بغات، وصايب لي هاد الشكيل هذا. وبالنسبه لهاد هاد الجناب هادو، هادو دوك السكوتش اللي كيكونوا كيتباعوا عند مالي المكتبه، تلقيهم حتى في جهه من جهه سوق الفلاح، تلقاي عندهم هاد السكوت، انا غلفت بهم هنايا الجناب ديالهم. المهم ها هما، انت اختي هانتي باش تشوفي على خاطرك. هادو انا حتى في العيد الصغير كيعجبوني، كندير فيهم حتى الكاطو، وفي رمضان كنستغلهم ندير فيهم هكا نحط فيهم الكيسان. كيفاتي صحة فطوركم؟ المهم راه إدن، غادي نوريكم شنو وجدت فوق الطابلة ونمشي نصلي وعاد نجي نفطر، عرفتو راني طافية هاد النهار، طافية طافية. المهم هنايا مسمن، هاما دوك الحبات ديال لي كخيب اللي قلت لكم غادي نخليهم هاك خاويين، خبيز الروز، ها ماني حطيت هادوك العناق حطيتهم هكا الفوق، التمر، سلطه ديال الخيار، هاد الحبات هادو كانوا شاطوم البارح، بيتزا، كريوش، سلو، لادان فيمي. المهم ها هما هاد لي كريب هادو. هنا حطيت العسل اللي بغى يزيد العسل اللي يديرها مع خبيز ولا. ها هي الشوربه سيدي ديال السي مصطفى، والعصير ضروري ضروري العصير كيقلع لي العطش.
يلا حبيباتي تهلاو في راسكم، وان شاء الله نتلاقاو في شي فيديو جديد. سلامة.